اعتداءات على الصيادين العراقيين من قبل خفر سواحل الدول المجاورة للعراق بين فترة وأخرى. وقفة احتجاجية نظمها أهالي المحافظة والناشطون أمام القنصلية الكويتية بالبصرة رفضا للتجاوزات المتكررة، وآخرها احتجاز 25 صيادا بحجة عبور الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية العراقية والكويتية. طبعا يوم وقفة احتجاجية بخصوص التجاوزات على الصيادين العراقيين، بعد الحديث مع الصيادين انه اعتداءات يعني بالضرب المبرح والسب والشتم على العراقيين والبصريين يعني وكلمات لا اخلاقية ما تذكر بالاعلام. كل انسان له طاقة، فاهل البصرة طاقتهم انا جاي احس بها راح تنفجر يعني، وبالذات على مود البحارة اللي اعتدوا عليهم الكويت وقبلهم سابقا إيران. منظمات حقوق الإنسان اعتبرت الاعتداءات الإيرانية والكويتية على الصيادين بقضاء الفاو انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، واستغربت صمت الجهات المعنية. كما ارتفعت المطالبات هنا بالمحافظة بضرورة اتخاذ خطوات حازمة تجاه هذه الانتهاكات لأنها تمس سيادة البلد. تستنكر الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين، وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان. هنا حقيقة رسالة استغراب، الحكومة العراقية لم يعني يكون لها تصريح واضح ولا بيان استنكاري، مؤدي إلى أن هناك الدبلوماسية العراقية ضعيفة. بالتالي من محافظة البصرة نستنكر الاعتداء المتكرر من قبل خفر السواحل الكويتي. ما معقول اليوم ماكو إرادة من قبل أو موقف أو تقديم رسالة احتجاجية من قبل الحكومة المركزية ما يتعرض له الصيادين العراقيين. اليوم الفيديوهات انتشرت بالمواقع التواصل الاجتماعي وشافت الشعب العراقي كله شافه، يعني معقول الحكومة اليوم ما شافت هاي الفيديوهات؟ الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية العراقية تحتاج إلى بعض المواقف القوية من قبل الجهات الحكومية بعيدا عن بيانات الاستنكار والرفض. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.